صباح الخير عملاء سي ام تريدينج الكرام، إليكم التحليل اليومي للأسواق في يوم الثلاثاء 25 من شهر تموز لعام 2017، والذي يأتيكم كالمعتاد من شركة سي ام تريدينج. بالاطلاع على المفكرة الاقتصادية، لدينا محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان يصدر عند الساعة 5:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية. هذا المحضر ينشر بشكل تفصيلي مجريات الأحداث التي شهدها الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية عند تحديدها لسعر الفائدة قبل شهر من الآن. أما في أوروبا فعند الساعة 2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية لدينا 3 مؤشرات هامة تصدر بشكل متزامن. المؤشر الأول هو عن توقعات الأعمال الألماني عن شهر حزيران، طبعا هذا المؤشر يتعامل مع قراءة مستقبلية لفترة 6 أشهر القادمة حول كيف سوف تكون توقعات الأعمال، ويعتبر من المؤشرات الفرعية التي تصدر ضمن دراسة يجريها معهد بحثي متخصص في البلاد. القراءة المتوقعة هي قريبة بشكل ما من القراءة السابقة، إلا أنها سلبية الأثر إذا ما صدقت التوقعات على حركة اليورو. في نفس التوقيت لدينا مؤشر التقييم الحالي الألماني عن شهر حزيران، أيضا هذا المؤشر كذلك من المؤشرات الفرعية، إلا أنه يتعامل في هذه المرة مع القراءة والتقييم الحالي ويغفل القراءات أو التقييمات المستقبلية كما يعتمد عليه ذلك المؤشر السابق. عن شهر حزيران هنالك تراجع بالقراءة لتصل إلى 123.8، هذا التراجع من المفترض أن يكون سلبي على حركة اليورو بطبيعة الحال. التقرير الهام للغاية والذي يحدد مزاج الشركات هو مؤشر IFO لمناخ الأعمال الألماني عن شهر حزيران. بطبيعة الحال هذا المؤشر لديه تراجع أيضا عن القراءة السابقة ليصل إلى 114.9. هذا المؤشر بالطبع يعتبر دراسة استقصائية أو مسح شهري لبيانات أو آراء حوالي 7000 شركة، يتم سؤالهم عن تقييمهم للوضع الحالي لمناخ الأعمال أو قطاع الأعمال، يدخل في هذا التقييم آراؤهم حول القطاع الصناعي، قطاع الإنشاءات، مبيعات الجملة، وكثير من التوقعات الخاصة بال6 أشهر المقبلة بالنسبة لهؤلاء الشركات. وطبعا الرقم كبير، 7000 شركة رقم كبير، قد يعكس بشكل من الأشكال واقع الاقتصاد الألماني خلال الفترة المقبلة. بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعند الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية هنالك مؤشر ثقة المستهلك عن شهر حزيران. من المفترض أن يسجل المؤشر تراجعا في ثقة المستهلك لتصل إلى 116.5 مقارنة بالقراءة السابقة. طبعا مزاج المستهلك أو ثقة المستهلك فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية تعتبر من المؤشرات الهامة، لأنها تعكس بشكل من الأشكال تفاؤل المستهلك. وعادة عندما يكون المستهلك متفائل فهناك ميل لزيادة زيادة في شراء الخدمات والسلع، مما ينشط الاقتصاد وينعكس بشكل إيجابي على عملة البلاد. طبعا هذا المؤشر يستخرج بشكل شهري. من المتوقع إذا ما صدقت التوقعات أن يكون هنالك أثر سلبي على حركة الدولار الأمريكي خلال فترة صدور هذا التقرير والفترة التالية لذلك. في نهاية النهار عند الساعة 11:00 ليلا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي بريطانيا، يوجد هنالك حديث لعضو لجنة السياسة النقدية في بنك أوف إنجلاند هالدين، طبعا سوف يتحدث، وعادة ما يشير أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في أحاديثهم، طبعا هم المسؤولون عن تحديد سعر الفائدة، وبالتالي يتحدثون ويشيرون إلى
بعض التوقعات أو بعض الرؤى التي ينتهجونها فيما يتعلق بمؤشراتهم الخاصة حول الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية في عموم البلاد، والتي تتمثل بشكل رئيسي في سعر الفائدة وكيف سوف يتم تحريكه خلال الفترة المقبلة. ننتقل الآن إلى القسم التقني من حركة الأسواق، ونحاول أن نفهم معا كيف كان سلوك الأزواج خلال الساعات السابقة. نبدأ بالجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، حيث تحرك السوق يوم أمس نحو الأعلى ووصل إلى مستوى المقاومة عند 1.3173، وكنا قد حذرنا من هذا المستوى وطلبنا مراقبة السوق عند هذا المستوى، خاصة أنه قد تحول من مستويات دعم إلى مستويات مقاومة ثم عاد إلى تحوله إلى مستوى دعم جديد. نلاحظ أن السوق كان قد اخترق هذا المستوى نحو الأعلى ثم عاد وحاول التراجع عدة مرات تحت هذا المستوى، إلا أنه فشل في ذلك. بقيت الأسعار أعلى من مستوى الدعم المتوسط للأسواق يوم أمس، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها عند تقريبا حاجز 1.3582، وهو حاجز قريب جدا من الحاجز المفترض الذي كنا قد رسمناه، مما يعني أن هذا الحاجز صمد حتى الآن في حركة أمام حركة السوق نحو الأعلى. في صباح اليوم عاد السوق أيضا محاولة اختبار لمستوى الدعم مرة ثانية، يبدو أن هذا المستوى من المستويات الهامة إذا ما لاحظنا كيف كانت حركة الأسعار خلال الأيام السابقة حول هذا المستوى، مراحل دعم ثم مراحل مقاومة ثم مراحل مقاومة ثم دعم، والآن أيضا محاولة جديدة لاختبار قدرة هذا الحاجز على الصمود في وجه السوق. من المتوقع إذا ما تابعت الأسعار حركتها على النحو الحالي من المفترض أن تتجاوز حاجز المقاومة عند 1.3616 وربما تصل إلى 1.3904. بالانتقال إلى سوق اليورو، نلاحظ أن حركة سوق اليورو يوم أمس كانت حركة بسيطة، خاصة بعد الحركات الكبيرة التي سجلها السوق خلال الأسبوع الماضي. عمليا انحصرت التداولات تقريبا بحدود 50 نقطة على اليورو بعد أن سجل مستوى متقدم أيضا في الأسعار يوم أمس أو في صباح يوم أمس. نلاحظ أن السوق صمد أمام مستوى الدعم عند 1.16503، هذا المستوى حاول السوق تجاوز السعر نحو الأعلى إلا أنه فشل خلال الساعات الأخيرة من يوم أمس. أما في صباح اليوم نلاحظ أن الحركة الآن فعليا منذ ساعة تقريبا حاولت الارتفاع نحو الأعلى فوق أعلى هذا المستوى، إلا أن الأسعار لا يمكن أن نقول أنها قد تجاوزت مستوى المقاومة بنجاح، يجب أن ننتظر قليلا حتى نعرف هل كان هذا اختراق صحيح للمستوى أم أن هنالك حديث آخر في الأسواق. من المفترض إذا ما استمرت حركة الصعود أن يصل السوق إلى أعلى مستوى كان قد سجله خلال عام 2015 وهو عند 1.1727 تقريبا، هذا مستوى من المستويات الهامة التي يجب مراقبة الأسواق عندها. أما بالانتقال إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، نلاحظ أن حركة يوم أمس كانت أيضا بتسجيل أسعار متدنية جديدة، استطاع السوق عندها تسجيل هذه الأسعار الارتداد مرة أخرى نحو الأعلى. انحصرت التداولات بين مستوى الدعم عند 110.744 ومستوى المقاومة عند 111.244. نلاحظ أن الحركة لم تتجاوز هذان المستويان، إلا أنه في صباح اليوم أيضا عادت الأسواق
نحو الأعلى لتختبر هذا المستوى، مستوى المقاومة الأعلى، ولم تسجل اختراق حتى الآن بهذا المستوى فيما ارتدت الأسعار نحو الأسفل. من المفيد أن نذكر أنه ننتظر نشر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الياباني بعد تقريبا 5 دقائق من الآن. أما بالنسبة لزوج أو سوق الذهب فعليا أمام الدولار الأمريكي، نلاحظ أن الحركة كانت حركة متناوبة أيضا عند القمم السعرية التي سجلها السوق يوم أمس. في صباح يوم أمس سجل قمة سعرية جديدة، ثم في منتصف النهار استطاع أيضا تسجيل أسعار جديدة متقدمة نحو الأعلى، إلا أن الأسعار وحركة التداول بشكل عام بقيت محصورة بين مستوى المقاومة عند 1256 دولار للأونصة، وكذلك مستوى الدعم عند 1252 دولار للأونصة. في صباح اليوم أيضا السوق طبعا أغلق على تقريبا سعر قريب من سعر الافتتاح، مما يعني أن هنالك شمعة من نمط دوجي عند النظر إلى التحليل، إلى التحليل اليومي للأسواق إذا ما سجلنا القراءة على أساس المخطط البياني للأيام. سوف نجد أن هنالك شمعة من نمط دوجي، وهي من الشمعات التي تعني قرب الانعكاس أو حدوث الانعكاس فعليا إذا ما نجحت في الصمود أمام مستوى الدعم أو المقاومة الذي تشكلت لديه. في صباح اليوم فعليا يحاول السوق مرة أخرى اختبار مستوى الدعم عند 1252 دولار للأونصة، إلا أن السوق لم يبدي حتى الآن رغبة في تجاوز هذا المستوى، والأسعار حاليا ترتفع بشكل طفيف. من المفترض أن تعاود الوصول إلى حاجز 1256 وهو حاجز المقاومة قبل أن تتخذ قرارا إلى حركة الأسواق اليومية. هذه كانت نظرة على الأسواق في صباح يوم الثلاثاء 25 من شهر تموز لعام 2017. نتمنى أن تكون مفيدة بالنسبة لكم، على أمل أن نلقاكم في صباح يوم الغد الأربعاء المقبل بإذن الله.